من بنغازي مع عصام التاجوري المحامي والمتابع للشأن الليبي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عصام. من المعطيات اللي لدينا ابتداء من موقع الأهمية الاستراتيجية لدرنا، إن كان موقع على الساحل الشرقي أو طبعا كمان قربة على الساحل مع مصر، على الحدود مع مصر، واللي بعزز تعاون بين البلدين، ومن ناحية أيضا بالمقابل كون معقل تاريخي للمتطرفين، كيف تتابع هذه المعركة؟ أولا تحية لك والمتابعين وكل الطاقم المرافق لك في الأمسية. هو حقيقة بس لما ينقص جزئية تقرير كفيته ووفيته في جزئية عن عن عن, عن تاريخ درنا الثقافي الفني، درنا الثقافة والفن، درنا المسرح، بنية الأغنية الليبية الشعبية بشكل عام، درنا رجال الاقتصاد ورجال الدبلوماسية والقطاع النفطي والمصرفي المؤسسين للدولة الليبية، هم كانوا من أبناء هذه المدينة الجبلية ذات الطبيعة الخلابة التي استلهموا منها إرادة وقوة الثقافة والتعليم، وانطلقوا منها لتغذية ومساهمة في بناء باقي المؤسس الدولة الليبية الوليدة. وحقيقة درنا كمدينة لم عانت من الإرهاب في التسعينات عندما اتخذ منها ما يعرف بالأفغان الليبيين العائدون من أفغانستان، وما يعرف تحديدا بالجماعة الليبية المواطنة المقاتلة، كمركزا لبناء معسكر داخلي لهم في رحلتهم للعودة اللي طاحها بالنظام آنذاك، واستغلوا تلك الجبال الوعرة والوديان التي تمتاز بها طبيعة تلك المدينة، واختطفوها في التسعينات، ثم اضطرت الدولة آنذاك لتتحرك بجيش جرار. حسب المطلعين آنذاك قال بأنها تجاوزت 17,000 مجند من كل الوحدات الأمنية والعسكرية ومدججين بجميع الأسلحة حتى يتمكنوا من السيطرة على تلك الأودية والجبال الوعرة. درنا المدينة ليست بالأمر الصعب، سيتم بفضل الله وعزائم الرجال حسم المعركة داخل مدينة درنا الصغيرة في الجغرافيا، لكن بس هي منذ أولى ساعات هذه المعركة تبدو بأن معركة شرسة. نعم، بطبيعة الجغرافيا في هذه المدينة هي أشبه بجبال توروبورا في أفغانستان، و جبال ثانية في الرمادي في العراق، وبعض التركيبات الجغرافية المعروفة التي تنشط فيها هذه الجماعات التي تلفظها الشعوب التي تتطلع للعلم والثقافة والتطور، فما بالك بأهل درنا. فبالتالي الذين عمودون على التاريخ بأنهم مدينة ذات ثقافة وفن كما سبق أن حدثت. طيب العوامل الموجودة، ما الذي ستضفيه على المعركة فيما يتعلق كما قلنا، إن كان وجودها على الحدود والتعاون بده يكون تنسيق الكبير مع مصر، أو من ناحية الناس، يعني نتحدث عن 150 ألف نسمة، كيف موقف هؤلاء بالداخل؟ وبطبيعة الحال في انقسام داخلي من قبل الجهات بليبيا حول هذه المعركة. وحقيقة من يسمى بالانقسام، إذا نتحدث الآن على أنصار لما يعرف بتنظيم القاعدة الذين انبثق عنهم خلاف مؤقت في سنة 2014 مع تنظيم ما يعرف بداعش في اختلافهم ولائيا وعقائديا بمسألة من هو له الأولى بالبيعة، هل هو أيمن الظواهر خليفة أسامة بن لادن أو البغدادي الذي ظهرت مؤخرا على الساحة الدولية كتنظيم داعش، ودب هناك نزاع. هل يعقل أو يختلف اثنان أن نقول أن هناك انقسام في ليبيا على مقاتلة من يحمل فكرة الغلو؟ إذا هم أنصار هذا المشروع ومشروع القاعدة، ونحن نعلم جيدا بأن جزء منهم لا بأس به زار يسيطر على طرابلس، وحقيقة يعني هناك بعض منهم مكونات متغلغلة في المجموعات المسلحة في طرابلس وبعض المدن في غرب البلاد، ويمسكون بنوع ما من سلاحهم هناك وبعض القرار السياسي، ولديهم وسائل إعلام من الأموال التي تم ضخها سواء من دول إقليمية أو من الأموال المنهوبة من الخزانة العامة للدولة الليبية، وهم من يساندون هذا التنظيم الذي هم يعتبرون جزءا لا يتجزأ منه. لا يوجد حالة اكتساب حقيقة في ليبيا، فقط يوجد هناك مجموعات مناصرة، والآن وصلت للأسف بعد سقوط النظام إلى دائرة طوائف ضيقة من صنع القرار في ليبيا. والعالم يجب أن يعي جيدا أن درنا كانت محل مفاوضات حتى أبناؤها، وهذا ما أكدت عليه القيادة العامة والطلاع. وفي بنفس الوقت انتقادات كبيرة للصمت الدولي. الصمت الدولي هناك في إشكالية من أطراف محسوبين على القاعدة، هم يقولون كما قالوا في سيناريو بنغازي عندما طالبوا بممرات آمنة لداعش، هناك فارق للسيناريو مثلا في ليبيا ومماثل لما يحاول البعض أن يسقط سيناريو سوريا، لأن نفتح ممرات آمنة للمجموعات الإرهابية. ممكن مكونات سوريا لمشهد دولي معين
ممكن قابل النظام هناك او رضخ لسيناريو معين هنا. نعم. الشعب الليبي كله يلتف خلف قياده الجيش ولا يريد لهؤلاء المجموعات اما ان يسلموا انفسهم للجيش واعاده دمجهم ومحاسبه من تغول منهم على دماء الليبيين وارزاقهم، واما ان يلاقوا حتفهم وهو مصير حقيقي ومحتوم لكل من امتهن العنف والموت منهاجا للولاء والبيعة والسيطره على البلد. يعني بالتالي الصمت الدولي هذا يطالبه تلك المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تغذى من أجهزة مخابرات دولية ومعروفة. طيب أنا أشكرك من بنغازي عصام تاجور المحامي والمتابع لشأن ليبي، عذرا على المقاطعة.